السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة معانا خبر جديد، تعالوا نسمعه مع بعض. مسرع موظف وإصابة 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالمنيا. الخبر بيقول لقى موظف مصرعه في مصيبة 6 أشخاص آخرين في حادث تصادم بالطريق الدائري بمركز مغاغة شمال المنيا. تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا إخطار من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارة بجرار زراعي بالطريق الدائري بمركز مغاغة. تسبب الحادث في مسرع صلاح كامل علي محمد 55 سنة موظف مقيم بقرية أحمد يونس بمركز مغاغة وإصابة 6 آخرين. تم نقل جثمان الموظف لمشرحة مستشفى العدوى المركزي والمصابين لمستشفى مغاغة والعدوى وتحرر المحضر بالواقعة. إلى اللقاء في خبر جديد إن شاء الله. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان كل خبر جديد إن شاء الله يوصل لحضراتكم، وإلى اللقاء في قناة عبير عامر.